هل تعرف هذه الأرقام؟ سأعلمك كل مرة أرقاما عبر الأيام. رقما رقما كلما نغما نتعلم مع من؟ مع تمساح الأرقام. أنا مع تمساح الأرقام. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم لدينا تحدي لطيف. اليوم لقد جمع صديق القرد عددا من حبات الموز. ما رأيكم أن نقوم بمعرفة عددها سويا؟ ها؟ هل أنتم مستعدون؟ جاهزون. حسنا حسنا، فلنبدأ. أوه، انظروا، هذه هي السلة الأولى. انظروا، يا ترى كم عدد الموزات الموجودة في هذه السلة؟ هل تستطيعون عدها؟ نعم. دعونا نعدها معاً. 1 2 3 أحسنتم، 3. إنها 3 موزات. أحسنتم، أنتم أذكياء فعلاً. أوه، انظروا، انظروا إلى هذه السلة، إنها السلة الثانية. يا ترى كم عدد هذه الموزات؟ هل عرفتم؟ نعم. حسناً، دعونا نعدها سوياً. 1 2 أحسنتم، إنهم موزتين. أحسنتم، فلننظر إلى هذه السلة أيضاً. انظروا، يا ترى كم موزة في هذه السلة؟ هل عرفتم الإجابة؟ نعم. دعونا نعدها سوياً. 1 1 إنها موزة واحدة فقط. أحسنتم. والآن بقيت لدينا سلة واحدة فقط، لكن كم موزة موجودة في هذه السلة يا ترى؟ أوه، انظروا، إنه لا يوجد بها أي موزة. هذا يعني أن عدد الموزات فيها يساوي 0. الصفر يعني أنه لا يوجد أي موزة. 0. لقد أجبنا على جميع أسئلة التحدي. يا سلام. والآن يا أصدقائي، انتظروني في المرة المقبلة مع تحديات جديدة مع الأرقام. إلى اللقاء.